اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم وينعاد على الجميع ان شاء الله بالخير والبركه، فطور العافيه على الجميع. اكيد هسه فطرتوا وارتاحتوا، هسه الامور كلها تمام. انا تمام، اهم شيء انا تمام. طيب نبتدي مشوارنا لهذا اليوم على الخير وعلى البركه ان شاء الله، ونقول يا الله وبسم الله، وراح يبتدي مشوارنا اكيد وياكم ويا اتصالاتكم ومشاركاتكم كالعاده. ارقامنا موجوده اسفل الشاشه، انتظر مشاركاتكم. اكيد اليوم اريد مشاركات حلوه، لان احنا قاربنا تقريبا على نهايه رمضان، ما بقى يمكن يفصلنا يوم او يومين ويهل هلال العيد. وبالخير عليكم وبالعافيه، وعيد المبارك ان شاء الله على امه محمد. يلا نبتدي وناخذ اول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين يا رب العالمين. على الجميع ان شاء الله. من ويايا؟ وياك نشوان سليم من الهوك. نشوان شلونك نشوان، اخبارك؟ الله يبارك فيك، والله مشتاقين لكم. والله يا انا الاشواق، شنو الاخبار نشوان؟ والله الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر. اليوم ايش فطر؟ سولف لي. والله تمن ومرقه ملبوتيته وعدس و بالعافيه. الف عافيه. والله سبحانه وتعالى. اها مرقه بوتيته؟ نعم. مرقه بوتيته لو شنو؟ لا مرقه بوتيته. اي بوتيته غير؟ اي نعم. اي بوتيته طيبه. اي والله. طبعا انا بالبيت يسموني نمبر 1، كل ما يقولون مثلا جوعانين اليوم ما بينا حيل نسوي مثلا غدا، تمام؟ انا راسا اتبرع اقول لهم انا اقوم اسوي غدا، يا ابو مروه ايش راح تسوي لنا؟ راح اسوي لكم مرقه بوتيته وتم. لا بس هاي المرقه اعرفها وشاطره بيها. بس مو بالبيت. طيب. مو بالبيت فطرت، شد مروه. عيوني انت تسلم لي. الله يسلمك، مو بالبيت فطرت. شلون؟ لا اقول مو بالبيت فطرت. اها مو بالبيت. اي والله انا احد من منتسمي الجيش العراقي داوم بالشرقاط بصلاح الدين فهناك يعني. اها على راسي، واتشرف بيك والف تحيه لكل القوات الامنيه، انتم الخير والبركه. الله يبارك بيك. نبدي بالمشاركه، ايش تقولين؟ يلا نبدي. يلا خلينا نقول المخرج ايكو. يلا شباب ايكو. يابا حتى المشتركين هم حفظوها. لا والله الباحث حقت على سالفتك تتمرور اللي هي ايام الصيف البق وما ادري شنو، اصعد فوق كل واحد يشيل الفراش. اسكت اسكت، معاناه. اي والله. المهم نجي بالقصيده. يلا القصيده تقول: ابتدي بكلامي وبنور عينيك يكون ختامي، سوف ابقى احبك، سوف أبقى أحبك ولن أندم، وسوف يبقى حبك في قلبي، والله أعلم بكل قصص العاشقين، أتوق وأتألم لأن الشرفاني، فلا يحق لي أن أستسلم، لو كان الصخر حياً، لو كان الصخر حيا عني لتكلم، ولو كان قلبك، ولو كان قلبك يدرك حبي لتحطم، وقد أصبح كياني على أرض كبناء بيت وتهدم، إن لأحزاني قصائد وإن الشرفان المتكلم، وقد يئست من روحي وجسدي وقلبي الذي تيتم، فهل من منادي، فهل من سائل على قلبي المهشم، أين أنت، أين أنت يا أميرة هذا الحب، فأنا مسلم عذرا، عذرا كدت أكفر بالهوى لو لم أكن بحبك متيم، عذرا كدت أكفر بالهوى لو لم أكن بحبك متيم. وما شاء الله هذا اللون اليوم طالع يخبل عليك. تسلم لي تسلم لي، أنت اللي تخبل والله العظيم. الدنيا وآخرة. شكرا جزيلا لك، وعاشت إيدك على هذا الإحساس الحلو، وسلامة قلبك، وبالعافية على الأميرة تكتب لها وتقول لها هذا الكلام الحلو إن شاء الله.
الله يبا انتوا الحلو، انتوا الحلوين ستمر، واحنا عندنا نشوف تفاعلكم وابتسامتكم هذا يزيدنا الشرف ويزيدنا التفاعل اكثر ستمر. تسلم لي تسلم لي والله، هاي الضحكه انتوا سببها قسما بذات الله. الله يبارك بكم، يلا تحياتي لك. يلا شكرا جزيلا لك، واكيد انت اول متصل ونورتنا وكانت بدايه حلوه وياك ودخلت ويانا بالقرعه، وان شاء الله الجائزه اللي قيمتها وقدرها 3 ملايين دينار راح تكون من نصيبك، بس اعطيني اسمك الثلاثي بالضبط. انقطع الاتصال، شباب يمكم الاسم. طيب يلا اخذ اتصال اخر. الو 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 نص التلفزيون. الو مساء الخير، رمضان كريم. بعد روح ويات حوراء جليل من الناصريه. حوراء يا هلا ومية هلا، نورتينا حوراء، شلونك؟ بعد قلب الحمد لله، شلونك؟ يسلمك ويخليك، شلون اهل الناصريه؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير بعد روح بوطول. الحمد لله الحمد لله. حوراء اول مره تتصلين؟ لا والله هاي ثالث مره اخابركم. اها دي اقول الصوت مو غريب والاسم. اي بعد قلبي حبيبي، شنو الاخبار؟ والله ماكو اخبار، سلامتك. الحمد لله. طيب سويتوا على العيد؟ ايش هيئتوا؟ ايش حضرتوا؟ والله جبنا ملابس العيد واشترينا سكليت، سوينا كليجه. حلو، سويت كليجه تمر، حلقوم من السماء، مكسرات، سولفينا. لا والله على تمر. تمر؟ اي الله، هو احنا العراقيين بصوره عامه كنا نحب التمر. اي صحيح. اي من سواها انت والحجيه والبنات لو منو؟ اي انا والخواتي والحجيه وياني. اها الله يديم هاي اللمه ان شاء الله. بعد قلب رحم الله يسلمك ويخليك. يلا انت دخلت ويانا بالقرعه. حوراء حوراء جليل ما ادري من الناس اللي خابرتك ثالث مره. 100 هلا 100 هلا، تنورينا حبيبتي. شكرا جزيلا لك ولاتصالك، واكيد دخلتوا يعني بالقرعه. واخذ اتصال اخر. الو 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 يا هلا ومية هلا. الو الو مساء الخير. مساء النور، يا اهلا وسهلا، رمضان كريم عليكم علينا على الجميع ان شاء الله. من وياي ومن وين؟ حسن من دهوك. حسن ابو بكر من دهوك. يا هلا ومية هلا ونورتنا وألف تحية من بغداد لحد دهوك، شلونك أخبارك؟ الحمد لله الحمد لله والشكر. يلا نبتدي أنا وياك، أطرح عليك سؤال، مستعد؟ طمي. يلا خل أطرح عليك سؤال، سؤالنا يقول يلا بلي بلي طمي. سؤالنا يقول من هو أول من سمى أحمد؟ من هو أول من سمى أحمد؟ النبي إسماعيل عليه السلام، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي عيسى عليه السلام، النبي سليمان عليه السلام. شو تقول؟ شنو الإجابة الصحيحة؟ نصيلي صوت التلفاز. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاشت ايديك، سمعونا صفقة مشتركنا واجابتك صحيحة، شكرا جزيلا لك ولاتصالك، واكيد دخلت ويانا بالقرعة. اخذ اتصال اخر. الو 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 السلام عليكم. يا هلا يا هلا ومية هلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، رمضان كريم، كل عام وانت بخير. رمضان كريم، ايام السعيدة وعيد المبارك عليك وعلى الاهل ان شاء الله. الله يخليك، اشكرك. من وياي ومن وين؟ هبه حيدر وياك من السماوه. هبه حيدر من السماوه، شلون السماوه؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله زينين. الحمد لله والشكر، انت ويا من تتابعين البرنامج؟ انا والعائله. انت والعائله، تحياتي لك وللعائله الكريمه. يلا سولفي لي، سويتوا على العيد؟ ايش حضرتوا؟ ايش نظفتوا؟ ايش عزلتوا؟ ايش نقلتوا؟ ايش جبتوا؟ الباكر ان شاء الله، باكر نسوي كليشه. اها الباكر تسوون كليشه؟ اي بس انت بعد تعرفين هذا بسبب الوباء، اي نعم مو مثل قبل. اي صحيح، على التليفون ويعني بس ثلاث نفرات تقضي، يعني مو مثل قبل. صحيح مو مثل قبل الزيارات. أيوة. ومصباح العيد. أيوة. انتم مثلا في بيت الاهل والاقارب وناس تزور ناس، شوي الوضعيه تغيرت.
ان شاء الله الله يدفع هذا البلاء عنا. ان شاء الله ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. يلا راح ابتدي وياك. دائما على قولة الوالدة تقول من يقول السنة الجاية احنا موجودين. الله يعني الله, الله, الله على حكايتها. صحة وعافية وطولة عمر ان شاء الله. الله يخليك حبيبتي. يلا انا وياك شكو اليوم داخل الحقيبة. ذيك الحقيبة كانت عندي بيها شيء بس هاي ما بيها اي شيء. لا بيها انا ما اقبل هيش تقولين. لا تخليني منها هسه اخربها وافتح الجنطة. اه يلا فتحي وانطيني 3 ملايين. لا مو اذا افتحها تخرب هذه الفقرة. بعد ماكو فقرة الحقيبة وماكو 3 ملايين. يعني بيها شيء يخص من النساء رجال اطفال يعني شوية وضحي لي. طيب اللي بداخل الحقيبة هو شيء ممكن يساعدنا. عرفتي؟ اي اي طبعا طبعا. اي ساعد نفسنا يعني ممكن يعني شلون نقول كوسيلة. كوسيلة؟ اي نعم يعني وسيلة كوسيلة شيء بعد يعني. لهنا انا بعد ما اقدر اقول لك اكثر من ايش لان راح اطش الاجابة. ها اي يعني وسيله ساعدنا. اي يعني الساعه اي ممكن الساعه كذلك وسيله انه من خلالها نعرف الوقت. اي طبعا نعرف الوقت. احسنتي اجابتك حلوه. بالاسال المارد انا وياك داخل الحقيبه ساعه. يا ماردنا اذا ماكو ساعه دخلنا قران. هاي حلو هاي حلو تدللون على المارد. لو تدرون المارد شو يسوي بيا العداني. يلا خل نسال المارد انا وياك كالعاده. نسلم عليه ونقول له مساء الخير ورمضان كريم وابتدى مشوارنا لهذا اليوم على الخير وعلى البركه. يلا مشتركتنا تقول داخل الحقيبه اكو ساعة. كيفك شنو؟ انت شنو تقول؟ اها اليوم المارد يابا مرتاح وفاطر زين يعني حتى لو اليوم ماكو ساعة يقول اكو ساعة. ان شاء الله اي مو يقول لك اذا طابت النفوس غنت. اي عافية صحيح. طيب اكو ساعة يا ماردنا لو لا؟ انت شنو تقول؟ اها طيب يلا ها يلا. انت هيك تقول. خوش راح اقول لها اني يابا. يا الله المارد يخصك بالسلام ويسلم عليك هواي. اي ايش ما ادريك. اقول لك تتذكرين قبل ما كنا صغار من نعض ايدينا ونسوي ساعه. اي عافيه. اي هسه همي انا هيك راح نسوي الظهر من وراء. هو اي لا اريدك تعضين ايد المارد حتى الساعه تصير بايده. اويلي اي عاشت ايدك والله بهيك تريحين قلبي. شكرا جزيلا حبيبتي. ها؟ اغير اغير؟ لا انت دخلتي وانا بالقرعه بعد طلابه روحي. يلا زين اختي خلي اختي اختك يلا وينها؟ هاي الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم حبيبتي. رمضان كريم علي استثمار وكل الكادر حبيبتي. 100 هلا منورتنا. نور نورك يا عمرك. يلا تسلمي لي قلب. اليوم شو محضره مشاركه بما انه انت اول مره تتصلين؟ مشاركه اقول مروه حبيبتي وحياتي وعمري انت يا عيوني انت. سلامه عيونك حبيبتي. شكرا جزيلا حبيبة قلبي انت نورتونا وانا كلش فرحانة باتصالكم واكيد دخلتوا ويانا بالقرعة. شكرا جزيلا لكم بنات. يلا باي باي. اخذ اتصال اخر. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله اكرم. كيفك مروة شو اخبارك؟ يسلمك ويخليك انت شلونك شنو الاخبار؟ الله يخليك. انا خاف الخط يقطع معي. معك محمد عيد الطراوني من الاردن. يا هلا ومية هلا. يمكن انت قبل اسبوع خابرتنا وانقطع الاتصال. شاركت معك. اها قلت من الاردن وانقطع الاتصال. بالضبط انا قريب من مسجد سيدنا جعفر رضي الله عنه. اها على راسي واتشرف بك. شلون الاردن؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله الله يبارك. الحمد لله. سولف لي على الاجواء الرمضانيه بالاردن. ايش تسوون هذه الايام؟ هي ايام عيد.
والله ايام عيد انت عارف الايام عندنا حظر الايام هذه. ها هذه الايام حظر. انت وين بالاردن؟ بعمان لو وين بالضبط؟ لا لا انا بمدينه الكرك بمؤته. اها طيب اعطيني اسمك الثلاثي. محمد عيد الطراوي. اي نعم يلا اطرح عليك سؤال مستعد ان شاء الله. الحقيبه يلا الحقيبه الحقيبه اذا عرفت شكو داخلها راح تاخذ 3 ملايين دينار عراقي بدون ما تدخل بالقرعه. يلا شكو داخل الحقيبه؟ اتوقع انه جوال موبايل. جوال موبايل تثبت على هاي الاجابه؟ ان شاء الله. ان شاء الله ثبت على هذه الاجابه اللي هي جوال الموبايل. يلا خلينا نسال المارد انا وياك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ماردنا اكو جوال او تليفون او موبايل داخل الحقيبه؟ انت شنو تقول؟ اي طيب هاي اجابتك؟ طيب انا راح ابلغه ان شاء الله. اذا بسلم عليك خلاص. اي هو سلم عليك، سلم عليك سلامه كثير همي انا مو شويه. انا اعتذر من عندك، ماكو تليفون داخل الحقيبه واكيد انا كلش فرحانه باتصالك وتحيه لك وللاهل وكل الموجودين بالاردن، شكرا جزيلا لك ولاتصالك. يلا اخذ اتصال اخر. الو الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم. الو الو يا رمضان كريم. بدربي ناديه سلمان وياك. ها منو؟ ناديه سلمان صويحبتك. يا ابوي صويحبتي شلونك؟ سعد قلبي. شلونك حبيبه اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله نسيتيني. لا شلون انساك وروح وياك؟ يا بعد روحي شلون انساك روح وياك؟ اي انساك يا سلوتي. يا ويلي. شنو الاخبار شلونك؟ بعد قلبي خابو ارجع احصلك. اي ما تحصلين مو بالله؟ اي شنو قلبي؟ حصلتينا؟ شلون؟ قلت من زمان ما حاتي وياك. اي والله اشتاقينا لبعض. بعد قلبي. حبيبي شلون بالله احنا ورا العيد شلون؟ تجين لي الناصريه واشوفك. اجيلك ليش بعد ما اجيلك من بعد هالناصريه؟ اي والله تعالوا بكلكم تعالوا. فدوى لعينك حبيبتي الله يخليك ويزيدك يا عمري. عمري انتم مديركم كلكم تعالوا عين غطا وعين فراش. سالمه والله والنعم وكفو من اهل الناصريه. بعد قلبي. حبيبي انا اتشرف باتصالك واكيد دخلتوا ويانا بالقرعه، شكرا جزيلا لك. يلا اخذ اتصال اخر. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مروة حبيبي أنا بخير، أنت شلونك؟ والله الحمد لله. والله تمام ماشي الأمور. من وياي ومن وين؟ زهراء حسن من بغداد. يا هلا ومية هلا بيك يا زهورة، شنو الأخبار؟ والله تمام بخير الحمد لله. ايش قد عمر الزهراء؟ أنا مواليد 96. أها العمر كله إن شاء الله. يلا شو محضرة مشاركة؟ والله أنا مو محضرة مشاركة. ليش؟ مو أنا مو محضرة مشاركة فمو عندي قدرة يعني. ما عندك قدرة. أها يلا أطرح عليك سؤال؟ إي نعم. يلا أطرح عليك سؤال. سؤالنا يقول ما هو أول جبل وضع في الأرض؟ جبل ثور بمكة، جبل سيناء في مصر، جبل طارق، جبل أبا قيس بمكة. ساعديني. ساعدك يلا راح أحذف لك، راح أحذف لك الإجابة الأولى اللي هي جبل ثور بمكة وجبل سيناء في مصر، يبقى عندك جبل طارق وجبل أبي قيس بمكة. جبل أبي قيس. عافية عاشت ايديك اجابتك الصحيحة. شكرا جزيلا لك ولاتصالك واكيد دخلت ويانا بالقرعة. اخذ اتصال اخر. الو الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. رمضان كريم عليك الله يخليك. تذكرك على الجميع ان شاء الله. من وياي ومن وين؟ الله يخليك. طبعا احنا معجبين بك ست مروة. حبيبي اتشرف بك يا عمري.
الله يخليك خدمة عينك، الله يستر عليك، الله يوفقك. امين يا رب ويستر على الجميع ان شاء الله. قلتي لي منو؟ شيرين جاسم. يا اها يا هلا. ومية هلا. من بغداد لو من وين انت؟ اي نعم من بغداد. من بغداد. طيب محضره مشاركه لو شنو؟ لا والله ما محضره. يلا لا بما انه انت ما محضره اليوم شكو داخل الحقيبه؟ والله صار احنا دخلنا فيها اكثر من عندكم، تدرين لا؟ مو اي والله. شكو داخل الحقيبه اليوم؟ يلا والله الحجيه تقول در نفيس صغير. در نفيس صغير؟ اي لان صغير بس درست فيها صغيره. اها تثبتين على هاي الاجابه حتى نسال المارد؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا اذا خطا خلي اسمك صار على مصير. يلا صاروا تدللين. خل نسال المارد انا وياك. يا ماردنا اكو در نفيس صغير داخل الحقيبه؟ انت شنو تقول؟ يلا اها يا رب ان شاء الله در نفيس. يلا بلكي در نفيس وثلاث ملايين دينار عراقي تكون من نصيبك. اها ماردنا اوقف، ماردنا اجلي هنا. أنا شو عندك؟ شو بالله تطيني؟ يا رب انطيني يا مارد. يا مشاكس شوف المارد شوف وين دخليه، دخليه لهنا أنا. يقول لي هذا الدر نفيس. ماكو داخل الحقيبه در نفيس. شكرا جزيلا لك ولاتصالك يا حبيبتي. ماردنا هاك اوبا. يلا اخذ اتصال اخر. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. على الجميع ان شاء الله. من وياي ومن وين؟ عبد العزيز كريم من بغداد. يا هلا ومية هلا نورتنا. الله يسلمك. يسلمك ويخليك. شنو الاخبار؟ والله بخير الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. اشتريت هدوم للعيد بعدك؟ والله اشتريت اكيد. اها شو اشتريت؟ والله الي انا ما اشتريت بس للجهال. اشتريت بس للجهال؟ اها وانت بقيت اخر شيء. انا بعد ما مقررت. ها بعدك ما مقرر. زين اشتريت هدوم للمره لو لا؟ اكيد اول وحده. اول وحده يم فدوه. عاشت ايديك والله يخليك الها وللجهال يا رب. الو وياك سمعت. اها طيب يلا اليوم محضر مشاركه لو شنو؟ لا مشاركه ماكو. ليش؟ ما حضر مشاركه. شنو ما تقبل المره لو شكو؟ لا مو تقبل بس انا ما عندي مشاركه. انت ما عندك مشاركه. يلا لا ادخل اني انطيك مثل. اوكي واريدك تكمل المثل. مستعد؟ تمام. يلا يقول ابو المثل امشي ورا اللي يبكيك كمل الباقي انت. اها عاشت ايديك. زين هذا المثل صحيح من يقول لك امشي ورا اللي يبكيك ولا تمشي ورا اللي يضحكك؟ لا اللي يضحكك يضحك عليك؟ اكيد. اها انت تتبع هذا الشيء لو لا؟ صحيح بهذا واقعنا هسه اللي يضحكك يعني ياخذ غير طريق. اها يعني اللي يضحكك انه ضحك او متعه او فرحه وقتيه بس وقت صحيح. الصدق هذا ما تلقاه. هسه كلها وقت مصلحه. اها كلها وقت مصلحه. عاشت ايديك وشكرا جزيلا لك ولاتصالك. انت اختصرت الموضوع علي وقلت هذا الوقت وقت مصلحه. يلا اخذ اتصال اخر. الو الو. الو الو يا هلا ومية هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. شلون السيد مروه حياتي؟ يسلمك ويخليك. انت شلونك؟ والله زين الحمد لله. تسلمين تسلمين حياتي. حبيبي انت. أني من كركوك. يا هلا ألف تحية من بغداد لحد كركوك. إي سيلين سيروان. يا هلا نورتينا. أنت البارحة اتصلتي لو قبلها؟ والله والله لا والله البارحة ما خص. أها اليوم أول مرة تخابرين؟ إي والله سيلين. طيب. سيروان. يلا راح أطرح عليه السؤال. مستعدة؟ يلا بي إن شاء الله إن شاء الله. يلا سؤالنا يقول ما هي أول سورة نزلت في مكة المكرمة؟ التكوير، الزلزلة، العلق، الضحى. العلق. تثبتين على هاي الإجابة؟ والله إن شاء الله بعد ما أعرف. متأكدة؟
علك ما ادري والله اقول علك ان شاء الله. على الله وعاشت ايدك واللي يقول شغله وعلى الله اكيد هو الصح. يلا شكرا جزيلا لك ولاتصالك واكيد اجابتك الصحيحه. اخذ اتصال اخر. ويا مخرجنا ليش ماكو صفقه للمشتركين؟ ليش؟ لا 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 ماكو هيك كلام، ما اتفق وياك. اي اوكي تمام. يلا اخذ اي يلا اي حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. صحتكم رمضان كريم عليكم علينا على الجميع ان شاء الله. اشكرك انا من دوك. يا هلا ومية هلا نورتنا مية هلا. تسلمي. سهل لي شو اسمه الاقيبه سهل لي اياه. شلون؟ سهل لي اياه الحقيبه. ها الحقيبه بالبدايه شنو اسمك؟ باسل. اسمك؟ باسل. باسل. باسل شنو؟ باسل محمد هبو. اها باسل محمد. يلا باسل شكو داخل الحقيبه؟ انت اجيت اكيد سهل لي سهل لي شويه. اسهل لك يا ايه شلون يعني اسهلها؟ يعني قلت هذه الشغله ممكن يعني كوسيله نستخدمها. ايه اي نعم. السويتش مال السياره. السويتش مال سياره. ايه تثبت على هذه الاجابه حتى اسال المارد. اكيد. يلا خل اسال المارد اشوف. يا ماردنا اكو سويتش مال السياره داخل الحقيبه؟ اها يابا المارد يسال يقول شنو نوع السياره؟ شنو نوع السياره؟ اي والله ما اعرف يعني هي السويتش مال السياره اكيد الجديده. اها سويتش مال السياره يقول. ايه ما يعرف ما يعرف والله والله هاي هاي مشكلتك لا تتحجج على المشتركين. هاي حجج اقول له لا تتحجج على المشتركين شنو السياره وشنو لونها وشنو نوعها لا تتحجج. ايه بس السويتش مال السياره اقول بيها. اي هذا اللي عنده سويتش مال السياره. يلا جاوب نفسه. اها تمام اوكي يلا هسه اني ابلغه. يا الله يا مشتركنا المارد يقول ماكو سويتش ما سيارة داخل الحقيبة. أنا أعتذر منك وشكرا جزيلا لك ولاتصالك. خليني بالقرعة خليني بالقرعة. أخليك بعيوني مو بس بالقرعة. أشكرك الخاصة رمضان خليني بالقرعة. تتدلل تتدلل من عيوني دخلت أكيد أنت بالقرعة. يا هلا يا هلا ومية هلا نورتني هلا أخوي هلا وبيك. يلا أخذ اتصال آخر. ألو 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 مساء الخير رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك وعلى الجميع. ممكن أشارك وياكم؟ أكيد بس ممكن تعلي لي صوتك لو سمحت. صوتي جدا عالي. نعم ألو 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 وياك أسمعك. أي نعم. اسم حضرتك؟ علي. علي علي شنو؟ علي فارس. علي فارس شلونك علاوي؟ إن شاء الله بخير. يا مرحبا أهلا وسهلا. يسلمك ويخليك. إيش فطرت اليوم؟ والله خير منها كباب مشوي شويه وكيكه وهكذا. حلو حلو. انتم بالبيت لو برا؟ لا بالبيت طبعا. اها بالبيت بالحديقه وهاي الاجواء الحلوه. الحمد لله والشكر. ايابا ما يقدر الا لحوم يعني انتم شو عليكم هم تدخلون فطور العالم ترى ماكو هيك ناس. ها اي اذا نفسكم دنيا مشكلتكم. طيب يلا يا علاوي. علاوي ابني كبر وبصف الاول صار. طلعتي الاسئله وطلعتي الاوراق شلون؟ طلعتي الاسئله والاوراق وتركتي. ها العاد ايش عندك؟ عندك مشاركه؟ يجوز اغني يجوز عندي شاركه. يلا يا الله ها اها حتى الاوراق اشقك. يلا ايش عندك مشاركه علاوي؟ بريد تطلع شمس. اطو ايكو شباب. شمس. اي وانت علي زعلان. اي والله. مليون مرة اعتذر مرة اعتذر. هذه اغنية احبها. اها زين عقيل عمران. حلو حلو زين كملها يلا من البداية خلي نعيد انا وياك وراح يعطونا ايكو ونغني على كيفنا. يلا يلا. ماريد تطلع شمس تطلع شمس
وانت علي زعلان مليون مره اعتذر والله اعتذر باقي عندك. شكرا جزيلا لك. سمعونا صفقة شباب، ترى ما يصير هيجي مخرج. انقطع الاتصال واكيد دخلت ويانا بالقرعه. وشكرا جزيلا لك، وان شاء الله ماكو زعل والكل يرضى، واحنا جايين نعيد ونعيد ونزور بيت سعيد. يلا الو 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 الو. هلا عينك. السلام عليكم. هلا وشلونك حبيبي، اخبارك؟ هلا الحمد لله بخير الله يسلمك. رمضان كريم. عينه وعليكم. شلونك مروه؟ والله انا زينه الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله بخير الله. حبيبتي من وياي ومن وين؟ مها مغير من سليمانيه. يا هلا يا هلا ومية هلا. يلا حصلتك. اها بالقوه حصلتينا. اي والله الحمد لله. مزير حصلتينا يا معوده. مزير حصلتي بس معطابك الحلو. ما بقى شيء، يوم يوما ونقول لكم الى اللقاء. متابعتك انا من العام. حبيبتي فدوى اروح لك. احنا ان شاء الله بعد حبيبتي. رمضان بعدنا مستمرين ببرنامج اربح مع زاكروس كل خميس الساعه 8 تمام. اللي متابعين البرنامج في رمضان بعد رمضان راح يستمر كل خميس الساعه 8 ان شاء الله. ان شاء الله. انا هوايه احبك مره. حبيبي والله انا همي انا احبكم كلكم. زين يلا شو محضره مشاركه؟ لا لا ها شكرا. اسئله يلا اسئله اسئله. يا الله خلينا نشوف سؤالنا شنو يقول. من هو اول من نقض العهد مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم من القبائل اليهوديه؟ يهود بني قنقاع، يهود خيبر، يهود مكه، يهود المدينه. يهود مكه. لا تأني بالإجابة. هذه ترى مو مقابلتك، أنا واحد يعني بعيد عن بوحدتش. زين شو تقولين، الإجابة الأولى لو الأخيرة؟ عفوا الإجابة الأخيرة. إجابة الأخيرة. لا مو الإجابة الأخيرة. الإجابة الأولى. عاشت إيديك وصحيح وشكرا جزيلا إلك ولاتصالك. يلا آخذ اتصال آخر. ألو ألو ألو. يا هلا ومية هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. مروة تحياتي لحضرتك وللكادر. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. يسلمك ويخليك. يا أهلا وسهلا نورتنا. من وياي ومن وين؟ نور نورك. أنا نشوان فيصل عيسى البارحة الخابر. يا هلا يا هلا بنشوان. شلونك؟ يسلمك الله يبارك فيك. نشوان من الموصل قلت لي لو من وين؟ نشوان من الموصل. نعم من الموصل. فيصل عيسى من الموصل. اها شلونك شلون الموصل؟ ان شاء الله بخير. يسلم ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. تذهب النصر الحمد لله. ان شاء الله اكيد بيكم. الله يسلمك. يلا نشوان اليوم شو محضر لنا؟ والله اني موال ولكن بالي على الحقيبه. يلا بس بقى القدرة. ويلي 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 أنا إش كثر مشتاق بس تكون يمك. الله أنا إش كثر مشتاق بس أكون يمك ودمي جرايا دمك أحبك أحبك ما مر مرة ولو مرة بيا مر مرة ولو بيا
كثر مشتاق عم القلب دوام وياك كبد ما يقدر ابد ينسى قلبي. سلامة قلبك الله يسلمك صح لسانك شو قلبي هاي الحقيبة شلون؟ أقول هاي الحقيبة حرقت قلبي سلامة قلبك سلامة قلبك الله يسلمك يلا الله شكو داخل الحقيبة والله أنا شاكل شغلتين اللي هي اللي هو بطاقة الراتب الماستر كارد أو البطاقة الذكية حلو إجابة حلوة نعم. الماستر كارد شلون؟ هم هيك هم رجعنا هم رجعنا اولي اليوم المارد شاد وياكم ما ادري ايش بيه اي يقول يا مصرف يا شركه ايش عليك انت يا باكول ولا ها مو انت الراتب تستلمه باليد هيك صار الحكي خوش كلام يا بابا ما انه انت الراتب مالتك تستلمه باليد يا المارد غيرك مو هيك يلا ماوس الشارك شلون زوج دي ماوس يلا وينها ملكة طلع على تغرف الحافظ جعل يلا وينها ماوس خلي تنورنا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلونك ماوس والله بخير اذا انت بخير رمضان كريم حبيبتي عجميع. رمضان كريم عليك وينعاد بالخير والصحه والعافيه على الجميع ان شاء الله اسم حضرتك اسمي هيفاء ويس خالد يا هلا ومية هلا أكيد نورتيني وأكيد دخلت ويانا بالقرعة شكرا يعني ما أشارك وياكم الحقيبة يلا الحقيبة الحقيبة يلا شو تقولي شكو داخلها ممكن يكون جواز سفر ممكن يكون جواز سفر سفر يلا خل نسأل المارد أنا وياك يا ماردنا أكو يا ماردنا. جواز سفر بس لا تقول لي جواز مدري شنو ودبلوماسي وهاي السوالف اي اختصر ما دخلك مو بالله اي والله اه شوف 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 اليوم شلون يتحجج يقول ايش قد ويسقط هلا مو بالله يريد يعرف يعني اذا كان جواز ايش قد ويسقط ترى ماكو واحد يعني حتى بالغيب ما يعرفون لا والله لا لا ها اخر ختم من مين لا هيك حرام عليك طيب يلا هسه اكو لو ماكو يا مارد من الاخير اكو لو ماكو اي من الاخير يا بتقول لك من الاخير اطلع بالنظيف ايه شلون اها يا بالمارد يسلم عليك ويقول الحدود مسدوده حتى سفر ماكو شو نسوي بالجواز شققنا هذا بيراها شكرا جزيلا لك ولاتصالك يا حبيبه قلبي يلا اخذ اتصال اخر الو 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 شباب انا تعبت من ورا قذلتي الو اي هو همين هيك راح اقصها واخلص بكيفك على راحتك الله اكبر هذا مو كادر واحد يقول لك كتر الثاني يقول اجيب مقص وقصه الثاني يقول لا نار وخل احرق انا بدي اختبركم بدي اشوف النوايا اوكي عرفتكم ادري ادري انا همي انا هيتيو يلا اخذ اتصال الو 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 من الطارق بيتم طارق يلا اها انقطع الاتصال يلا انتظر اتصالاتكم شباب وبنات وانتظر مشاركاتكم ما بقى يمكن يوم او يومين هو الفاصل النهائي لشهر رمضان المبارك شهر الخير والبركه والعطاء والرزق يا ربي الله يتقبل صيامكم وقيامكم والطاعات والصدقات وكل شيء سويتوه بهذا الشهر الفضيل واللي أتمناه وأدعي من رب العالمين يديم الأمن والسلام على ربوع العراق الحبيب وإن شاء الله صحة وعافية للجميع.
وأنا أكيد راح أستمر وياكم بعد رمضان في برنامج أربح مع زاكروس كل خميس الساعة 8. أنا أكيد أنتظركم. يلا أخذ اتصال. ألو. ألو يا هلا ومية هلا. حياك الله، شلون ست مروه؟ الله محيي أصلك. والله بخير الحمد لله، أنت شلونك؟ الحمد لله على الله، حياك الله. إيش سلمك ويخليك من وياي ومن وين؟ وايد اتصلت، يلا حوالي 130 مكالمة. الله يساعدك، الله يساعدك على هالخلق. رحم الله والديك، حياك الله. والديك الرحمة، من وياي ومن وين؟ محمد من الكوت. محمد من الكوت، وهاي النجف هاي الكوت، يا محمد احنا مين نفوت. شلونك اخبارك؟ شلون الكوت؟ الحمد لله على الله، خير من الله. اي سلمك ويخليك من الكوت. شو محضر اليوم مشاركه؟ بكيفك مشاركه بكيفك. اي يلا اريد من ابن الكوت مشاركه. والله عندي شعر بس شويتين مثل نسيت. لا لا لا، شوف شوف، اتأنى على كيفك، تنفس. يلا اري الشعر حلو من ابن الكوت، انتوا معروفين بالشعر وبالالقاء الحلو. والله اذا ممكن هيك يعني شو اسمه تسالني سؤال. اسالك سؤال؟ اي الشعر وين راح تطشر شنو؟ اي راح نسيته. لا والله. اي راح بعد ما يجي على بالي. اها طشر عويل الطشش انا. اي والله. حياك الله حياك الله. يلا اطرح عليك سؤال، مستعد؟ اي مستعد. اها ايش فطرت اول يوم رمضان؟ والله اول يوم رمضان ما اتذكر. ما تتذكر مو؟ زين اليوم ايش فطرت؟ اليوم خير من الله، تمن ومرق وتمر وشرب ولبن وشربت وخير منه، خيرات الله وايد. اها الف عافيه. المرقة كانت مرقة شنو؟ مرقة هيك يعني عليها لحم، لحم دجاج وما ادري شنو. لحم دجاج؟ لو دجاج لحم لو شنو؟ يعني دجاج و من هالشغلات هاي، خير من الله. تمام تمام اوكي. تجمع على أمة الإسلام. آمين يا ربي، آمين يا ربي. شكرا جزيلا لك ولاتصالك، وأكيد دخلت ويانا بالقرعة. يلا آخذ اتصال آخر أخير. يلا آخذ اتصال أخير. ألو 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 ألو. رمضان كريم. الله أكرم. شلونك أخبارك؟ أهلا وسهلا مرحبا، شلونكم؟ والله الحمد لله بخير، أنت شلونك؟ والله على الله. يسلمك ويخليك، من وياي ومن وين؟ رعد موسى غازي من بغداد. يا هلا يا هلا ومية هلا برعد، منورنا. يسلمك. رعد شو صوتك مو ما أعرف، حسك مو على بعضك. لا شوية منشول. شوية شنو؟ منشول شوية. أها صحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك. يسلمك ويخليك، طبعا انت اخر مشترك ويانا. الله يسلمك يرحم والديك. والديك الرحمه، محضر مشاركه بما انه انت اخر متصل؟ اي ماشي ماشي. يلا شو محضر مشاركه؟ يقول يلا طيكو شباب. يلا عيني وترجم بعض كلام المقاعد وهي ترحب فيك، دعيني أعبر عما يدور ببالي الفناجين وهي تفكر في شفتيك وبالي الملاحق والسكرية، دعيني أضيفك حرفا جديدا على أحرف الأجديد، دعيني وأجمع في الحب الحضارة أنت التراث الذي يتشكل في باطن الأرض، أصل بكشاء الشبكة. أها طيب الصوت ما واضح، الشبكة بيها مشكلة. شكرا جزيلا لك ولاتصالك، وشكرا على مشاركتك، وأكيد دخلت ويانا بالقرعة. يلا راح نشوف اليوم من الفائز، والجائزة اليوم وين راح تروح. يلا يا الله، واحد اثنين ثلاثة. يلا راح تطلع الأسماء. تين تين
علي فارس من البصرة، وأحيا وموت على أهل البصرة، مبروك وألف مبروك الجائزة اللي قيمتها وقدرها 3 ملايين دينار عراقي. مبروك مبروك مبروك. بالنسبة للفائزين أكيد القناة هي تتصل عليكم وتتواصل وياكم، لأن أرقامكم والعناوين والأسماء كلها موجودة يم الكنترول. يلا شكرا جزيلا كل المتصلين كل المشتركين، شكرا على حبكم على احترامكم على كل شيء. شكرا جزيلا لأزياء روما كوزال على اطلالاتي الحلوة، اكيد موقعهم بالمنصور وعندهم فروع اخرى. الشكر الموصول للمركز التجميلي ألكسندر اللبناني، اكيد براء صعب شكرا جزيلا على الميك اب حبيبتي. انا كنت وياكم بالتقديم مروة السعدي، باي باي، اشوفكم بخير.